أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو تاني جديد معايا عن الآداب. أنا اتكلمت في الفيديو اللي فات عن إني هنزل لكم كل فيديو فيه تقريبا يا برج يا برجين بتوقعات لعام 2020-2021، فإن شاء الله يا رب تبقى سنة سعيدة علينا كلنا والفيديو يعجبكم، وإن شاء الله التوقعات تبقى توقعات خير علينا كلنا. فالفيديو ده هعمل لكم فيه أول توقع لبرج الثور لعام 2021، هنبص هيجي فيه إيه على كل جانب مهني والجانب العاطفي والجانب المالي، هيكون حاطط لنا كل حاجة مع كل جانب. ندخل على برج الثور. طيب توقعات الجانب المهني، بيقول لك عليك أن تبتعد عن الجمود في تفكيرك وخطواتك وآرائك والاندماج مع وجهات نظر الآخرين والاستماع إليهم، خاصة أولئك الذين في إمكانهم الابتعاد عن تلك الروتين واتخاذ اتجاهات جديدة في الحياة والتعاون مع أفكارهم وتلقي الابتكار، سيكون لهذا نتائج إيجابية جدا في حياتك المهنية. يعني أنت بطل جمود، اطلع من تفكيرك شوية، حاول اندمج مع ناس تانية يوروك أفكار جديدة، تطلع منها من الروتين اللي عندك وتعاون مع أفكارهم، وأكيد هتلاقي ابتكار جديد تعمله. النبأ بقى على الجانب العاطفي لبرج الثور في عام 2021، بيقول لك تجاربك العديدة في الأعوام القديمة هتضعك في الطريق الصحيح لهذا العام، وتكون عاطفتك قد وصلت لتمام نضجها ونموها. وعلى من هم في علاقة، الابتعاد عن المشاعر السلبية زي الغيرة والسيطرة للعيش في الحياة عاطفية أكثر سعادة. يعني تحاول تتعلم من التجارب القديمة اللي عندك، هتضعك في الطريق الصحيح وهتوصلك لتمام نضجك، وتخلص من مشاعر السلبية، ما تخليش الغيرة تسيطر عليك عشان تعيش حياة سعيدة. ده على جانبك العاطفي يا برج الثور. إنما بقى يا برج الثور الجانب المالي بتاعك، بيقولك يعد عام 2021 مستقر ماديا لبرج الثور، ولكن لن تجني أرباح غير عادية، يعني هيكون ربحك عادي، لكنهم سيستطيعون الاتزان في نفقاتهم التي لن تكون كبيرة من الأساس. يعني بطمنك إنه أنت مش هتكسب فلوس كتيرة غير عادية، إنما مش هتصرف، فهتكون متوازن في نفقاتك، مش هتضطر إنك تصرف كتير، فده حاجة كويسة برضو كده. دي كل توقعاتنا لبرج الثور معانا لعام 2021، ويا رب يكون عجبكم. ونخش على البرج التاني، برج الجدي. ندخل على توقعات برج الجدي مهنيا وعاطفيا وماليا. نشوف مهنيا ل 2021 بيقول لك ايه. قال لك استمر في تفانيك وجهودك الكبيرة في العمل، ولكن هذا العام ستحصد ثمار ما زرعت، وستبدأ النتائج في تفاضيلك، فهو عام النمو الكبير مهنيا. يعني قال لك استمر على اللي انت بتعمله في شغلك وعلى تعبك في شغلك، لكن بحب يطمنك برضو انه اللي العام ده هتحصد كل اللي انت زرعته في شغلك، وهتبدأ النتائج تظهر لك، لانه ده العام ده معروف انه عام النمو الكبير مهنيا. ده بما يخص توقعات برج الجدي مهنيا. ندخل بقى على توقعات برج الجدي عاطفيا، بيقول لك ايه.
بيقول لك عاطفيا تتقدم في علاقتك الزوجية وستستقر فيها وسيمنحك الشريك ما تحتاجه، لكن عليك أن تتعلم كيفية رد الجميل والاهتمام به أيضا. يعني علاقتك الزوجية هتمشي كويس جدا، والشريك هيمنحك حاجات انت كنت عاوزها، لكن برضو ده مطلوب منك انه انت تهتم بيه زي ما هو بيهتم بيك. انما بقى لو كنت عازب فلن تشغلك الحياة العاطفية بقدر الحياة الشخصية، وعلى الرغم من هذا هتقابل الشخص المناسب في هذا العام وتعرف جيدا كيف تتعرف عليه. يعني بيطمنك ما زوجيا ولو كنت أعزب، الاتنين الحياة فيهم هتمشي كويس جدا جدا. ولو عازب هتتعرف على شخص مناسب. ندخل بقى على توقعات برج الجدي 2021 ماليا. قالك هتتدفق الأموال عليك من كل مكان، يعني هتدخل لك أموال من كل مكان مختلف، لكن عليك أيضا التوازن في تعاملاتك المادية، وسيشجعك هذا على التدفق المالي، على القيام باستثمارات جديدة وتعزز وضعك الاقتصادي. يعني لما تلاقي ان الفلوس داخلة عليك حلو، هيخليك تفكر انك تعمل استثمارات جديدة تزود بيها وضعك الاقتصادي وتحسنه. دي توقعاتنا لبرج الجدي 2021. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بس لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، وما تحرمونيش من لايكاتكم وكومنتاتكم.